Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, tremplin mathématique de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons une page, la deuxième partie de la page 26 sur les nombres en écriture fractionnelle. Donc on commence par l'exercice 8, complète les égalités suivantes. Donc هنا عندنا ديزيغاليتي وحنا خصنا نلقاو العدد اللي غادي يجي في كل حاله حاله. اذا هنا باش نلقاو هاد لي بوين لي نومبر اللي غايجيو في بلاصه لي بوينتيي خصنا نشوفو بطبيعه الحال شنو درنا. مثلا من هنا في اتجاه لو دينوميناتور نو زافون ميتيبلي بار 3. اذا بما اننا ضربنا هنا بار 3 فنضربو لو نيميراتور بار 3 غتعطينا 15. La même chose بالنسبة لهذه، عندي هنا 18. إذا شنو درت أنا باش مشيت من 4 18؟ هنا جي بوزوان ديال الكالكولاتريس. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخد ديك 18 ونقسمها على 4. واخا أنا عارف إذا ضربنا في 4 ونص. إذا مادام أون ملتيبلي هنا بار 4 إي دمي، إذا تا من هنا لهنا أون دوا ملتيبلي بار 4 إي دمي. دونك شنو غادي تعطينا؟ 3 × 4.5 غتعطينا 13.5، 13.5. من هنا لهنا سي تخي سامبل، نو زافون ملتيبليي بار 9، سيتادير غنضربو 1 × 9 غتعطينا 9. من هنا لهنا ضربنا في 1، سيتادير ولنا غيان شونجي، إذا 11 × 1 كتعطينا 11. من هنا لهنا كاينة ديفيزيون ماشي ملتيبليكاسيون، قلنا ديفيزي، لأن علاش؟ لأن لو دينوميناتور صغار، دونك قلنا ديفيزي بار دو، 36 على جوج كتعطينا 18، إذا 14.6 غتقسمو على جوج كتعطينا 7.3. دونك فوالا بالنسبة لا كيستيون أ، نمشيو لا كيستيون بي، أون إيتيليزون لا كيستيون بريسيدونت رونجي دون لوردر كرواسون لي فراكسيون سيفونت. إذا لاحظوا جيدا، دابا هما كيمهدونا. علاش داروا لنا هذا الشيء؟ بحال هما كيعطيونا لي زيتاب ا سويفغ بور رونجي لي نومبر اون ايكريتير فراكسيونيل. اذا باش مره اخرى تعرف تكلاسي وترونجي لي نومبر اون ايكريتير فراكسيونيل، دابا هما داروا لنا هنايا العمليات اللي خصنا نتبعو. دونك الا لاحظتوا هذه سي لا ميم شوز كو هادي، وهادي سي لا ميم شوز كو هادي، ان دومي فوالا 11/18 ثم هادي. اذا دابا حنايا، دابا هنايا الا لاحظنا هنايا، است كو جو بو كلاسي هاد لي نومبر بهاد الطريقه؟ است كو جو بو لي كلاسي دون زان اوردر؟ سي تري ديفيسيل. علاش؟ لان عندهم جوج وجوه. دابا الاعداد الكسريه عنده جوج وجوه، عنده بسط ومقام. واش غادي انت غدير لا كومباريزون بالبسط ولا بالمقامات؟ دونك هذا هو البروبليم. دونك شنو كنديرو؟ دونك عندهم جوج ديال لي فاس، جوج ديال لي فاس، شنو كنديرو؟ كنوحدو واحد الجهه ونديرو لا كومباريزون بالجهه الاخرى. دونك هادشي اللي درنا دابا هنا، هنايا كانوا لي نوميغات لي دينوميناتور مختلفين، خدينا واحد لو دينوميناتور لي مناسب، وغادي نقارنو فقط لي نوميغاتور. دابا الا بغينا نديرو لا كومباريزون اونتر هادو، غادي نشوفو هنا، هنايا هذا المقام ديالو 6، الى رجعنا المقام ديالو 18 كما كنشوفوا هنا، لي دينوميناتور كلهم رجعنا لي دينوميناتور بحال بحال، على اساس بحال غادي نلغيو لي دينوميناتور وغادي نتعاملوا فقط مع لي نيميغاتور. هذا دابا بحال اللي غنقارن هنا 5 على 6 غنقارن 15 على 18، هذا 13 على 18، هذا 9، هذا 11، هذا 7. اذا شكون هو لو بلي بوتي في هذا؟ دابا قالوا لنا كرواسون دون زان اوردر كرواسون، ستادير غادي ندير بحال هكا. دونك شحال عندنا هاد الاعداد؟ 5. اذا واحد يجي هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، اذا هذا هو الاوردر كرواسون. غادي كنكبروا، اذا شكون هو لو بلي بوتي هنايا؟ غادي نجي نقلب بيناتهم. اذا عندي هنا 15 13 ونص 9 11 7، اذا 7.3 هو لو بلي بوتي. اذا بما ان مني درنا لهم ان دينوميناتور ريدوي وحدنا المقام، جانا هذا هو لو بلي بوتي، سيتادير هذا العدد لان انا ما كنقارنش هادو،
انا كنقارن هذا غير هذه واحد المرحله ساعدتني باش عرفت حقيقه لو نومبر والنيكريتير فراكسيونير شحال كيسوى في وسط خوتو. اذا هنا غادي ناخذ 14.6 على 36. اذا هذا هو لو بلو بوتي. شكون اللي غادي يجي من بعده؟ اذا كاين عندي 9 و11. اذا 9 هذا اللي من بعده. اذا بما ان 9 على 18 هو اللي في المرتبه الثانيه في الصغار اولا في الكبار، اذا هذا غادي يجي. اذا غناخذ انا ان دومي، اذا هنا غتجي ان دومي. ثم 11 على 18، اذا بما ان 11 على 18 هو اللي جاي من بعده، اذا غناخذ 11 على 18، لان 11 على 18 كان بالمقام ديالو، بقى هو هو. ثم من بعد منه غادي يجي 13.5 على 18، ستدير 3 على 4، وفي الاخير عندنا 15 على 18 اللي كيساوي 5 على 6. اذا شنو هي لا ميثود دابا الا بغيتي دير لورونجمون ديال لي نومبر اون نيكريتير فراكسيونير؟ شنو خصك دير؟ بروميير دي شوز غادي توحد ليهم المقامات، ومن بعد غادي تعرف الترتيب نتاعهم. راه نمشيو للتمرين سويفون. كومباري دون شاكا لي فراكسيون بروبوزي. إذن بغينا نقارنو نعرفو شكون كبير شكون صغير. بروميير دي شوز نشوفو بعض الحالات، نشوفو الحالة الأولى واش هاد لي دينوميناتوغ عندهم لو ميم دينو، واش هاد لي نومبغ عندهم لي ميم دينوميناتوغ؟ لا، بغيت نقارن هادو بجوج. إسكيل زون لو ميم دينوميناتوغ؟ لا. إسكيل زون لو ميم نيميغاتوغ؟ لا. إذن بما أن ما عندهمش نفس المقام وما عندهمش نفس البسط، شنو نقدر ندير؟ غادي نشوف اسكو كيلكان اي بلو بوتي كو ان اي لوتر بلو غران كو ان. نشوف واش واحد كبر من واحد وواحد صغر من واحد. كيفاش؟ هذا المقام نتاعو كبر من البسط وهذا كذلك، اذا بجوجهم بلو بوتي كو ان. اذا مازال ما لقيتش الحل. دابا غادي نشوف الحاله الاخيره واش نقدر نوحد ليهم المقام. دابا غندخل في لان ما عندي تحل الا انني يكونوا عندي لي ميم دينوميناتور باش نقدر نرتبهم ونعرف شكون كبير. اذا في هذه الحاله كيسك جو في فير؟ اذا غادي نوحد المقام. اذا شكون هو لو دينوميناتور ريدوي؟ غنبوزي لا كيسيون اسكو كيلكا اي لو ملتيبل دو لوتر وي. اذا هنايا واحد مضاعف الاخر. اذا شنو غناخذ كوم دينوميناتور ريدوي؟ 27 على 35. اذا غادي نجي 4 على 5، غادي نضرب هنا في 7 ونضرب هنا في 7 وغتعطيني 28 على 35، وهذا 27 على 35. إذن هنا دابا كان عندي المقام هنا مختلف، دابا صبحو عندي لي دينوميناتور بحال بحال. إذن شكون دابا غنقارن لي نوميغاتور كيما شفنا في الكلاسمون قبيلة؟ إذا شكون كبير؟ 28. إذا بما أن 28 على 35 بلي كغون كو 27 على 35، دونك إذا هنا نقدرو نديرو بحال هكا، هذا أكبر من هذا كعدد كسري. كوم نومبر فراكسيونير، إذا 4/5 هو لو بلي بوتي على 27. دابا كاين تلاميذ اللي كيحسب ليه بأن العدد الكسري كبير بحيث هاد الأرقام البسط والمقام ديالو كبير. نو سي با نيسيسار، ماشي نيسيسار. إذا لاحظتوا كيفاش كنديرو الكلاسمون بالنسبة لي نومبر اون نيكريتير فراكسيونير. نمشيو نبوزيو لي كيستيون هنايا ونشوفو واش عندنا. نبوزيو لا بروميير كيستيون، بغينا نقارنو هاد جوج لي نومبر، شنو كنقولو؟ إسكيل زون لو ميم دينوميناتور؟ نو. إسكو كيلكان إسكيل زون لو ميم نيميغاتور؟ لا، ما عندهمش نفس البسط. Est-ce que quelqu'un est plus petit que 1 ou l'autre inférieur à 1؟ لا، بجوجهم سوبيريور ا 1. إذن هذا أكبر من واحد، و هنايا كانوا عطاونا جوج صغر من واحد بجوج. أما فوقاش كتصلح لينا المقارنة فاش يكون واحد كبر من واحد والآخر صغر من واحد؟ هنا ديريكتومون غنحطوا الإشارة ديال الرمز ديال الكبار والصغار. دونك هنا هذا كبر من واحد وهذاك ما نقدروا ما نقولوا والو. سي تري ديفيسيل باش تحسم. علاش؟ كما قلنا بان عندنا البسط والمقام. اذا شنو الحل؟ نمشيو نوحدو المقام. دونك غنقلبو على لو دينوميناتور ريدوي. اذا لو دينوميناتور ريدوي
شنو غادي نديرو؟ نشوفو اسكو كيلكان من هاد لي دينوميناتور، واش كاين شي واحد في هاد لي دينوميناتور يعني مضاعف الاخر؟ لا. اذا شنو خصنا نديرو؟ غنضربوهم بعضياتهم 6 في 8. 6 في 8 هو لو دينوميناتور ريدوي. واش ما نقدروش ناخذو سي دينوميناتور صغر من 48؟ نقدروا. علاش؟ لان هادو بيناتهم جوج كوم قاسم مشترك، اذا نقسمو على جوج وناخذو 24 هو لو دينوميناتور ريدوي. دونك لاحظتوا لي زيطاف هكذا؟ هادشي نورمالمون يعني مع المده كنديروه ذهنيا. اذا هنا غناخذ 7 على 6 وغناخذ 9 على 8. هنا باش نوصل ل 24 نضرب في 4، اذا هاد هذا نضرب في 4، هذا باش نوصل ل 24 نضرب في 3، هاد هذا نضرب في 3 ونلقى لي ريزولطا وندير لا كومباريزون. اذا هنا تعطينا 28 على 24، هنا تعطينا 27 على 24. اذا شنو كنلاحظوا؟ عندنا لو دينوميناتور الي غيدوي، تقادو في الدينوميناتور. غادي نقارنوا البسوط، اذا عندنا النيميغاتور تاع هذا كبر من هذا، ان 27 كبر من 8، اذا بما ان هذا كبر من هذا، دونك شنو غادي نستنتج؟ 7 على 6 هو لو بلي غون. اذا دائما ما بقاتش في الكبار نتاع الاعداد، ما بقاتش هذا كبير وهذا كبير دونك غيكون هذا كبير، نو سي با نيسيسير. نمشيو للحاله الثالثه، اون فا بوزي لا كيسيون، اسكو نو زافون ا ميم دينوميناتور؟ نو. اسكو نو زافون ا ميم نوميغاتور؟ نو. اذا غنمشيو نوحدو المقامات، نوحدو المقامات. اذا دابا الا بغينا نوحدو المقام شنو خصنا نديرو؟ غادي نشوفو اسكو هاد لو دينوميناتور، اذا كنلاحظو بان هذا الو ملتيبل، اذا هذا لو ملتيبل نتاع، اذا بما ان عندنا 77 هو لو ملتيبل نتاع 7 غناخدو هو لو دينوميناتور غيدو. اذا غنوحدو فقط 13 على 7، فاش غنضربوها في 11، نضربو في 11 الفوق والتحت ونشوفو لي ريزولطا ونقارنوه مع 144 على 77. اذا نديرو 11 في 7 راه 77، 13 في 11، دونك 13 في 11. دونك 13 × 11 كتعطينا 143. اذا 100 حتى هما كيجيبو داكشي مقارب، يعني باش كتصعاب عليك لا كومباريزون. الا ما درتيش هكا ما غاديش، 144 كبر من 143. علاش؟ لان وحدنا المقام. صافي دابا لا ننتبه للمقام، كننتبهو فقط للنيميغاتور. دونك شنو غادي نستنتجو؟ 13 على 7 اي بلو بوتي كو 144 على 77. دونك اون باس ا ليكزيرسيس 10، سامبليفيي ليكريتور دي فراكسيون سيفون. إذن هادو سون دي فراكسيون اون اكريتور، سون دي فراكسيون بيان سور، وبغينا نديرو لا سامبليفيكاسيون. إذن غنبداو بالعدد الأول. لا سامبليفيكاسيون كيفاش غنديرو لا سامبليفيكاسيون؟ لا سامبليفيكاسيون كنستحضرو فيها بزاف ديال الأمور. خصنا نستحضرو فيها لا طابل دو ملتيبليكاسيون، خصنا نكونو جدول الضرب حافظينو، وكنستحضرو فيها كذلك لا ديفيزيبيليتي على التسعود وعلى 3 وعلى 6 وعلى 4 وعلى 2 على 10 على 5، يعني خصنا نكونو كنعرفو نحددو قابلية القسمة على هاد الأعداد. وإلا انتهينا من هاد الأعداد وما لقيناش، كنستحضرو الأعداد الأخرى الأولية، لي نومبر برومي، 7 11 13 17 23 إتسيتيرا، هادو سون دي نومبر برومي. إذا هكذا دابا هنايا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان كاين لا ديفيزيبيليتي على جوج. علاش؟ لان هذا كيتقسم على جوج وهذا، حيت هادو سو نومبر بير. ثم واش ما كاينش ما اكثر؟ نجمعوا الارقام، هنا 11 هنا 7، اذا ما كيتقسموش على 93، على 10 ما كيتقسمش، على 5 لا ما كاينش قسمه على 5، اذا كاين على جوج. نشوف واش كاين على 4. اذا هنايا الا قسمنا هذا على جوج غادي تعطينا 28، اذا هذا كيتقسم على 4. نشوفوا هذا 52 غنقسموها تعطينا 6، حيت كيتقسموا على 4، إذن الإختزال غيكون بـ4، دونك 56 أون فا ديفيزي بار 4، و 52 أون فا ديفيزي بار 4. ونشوفو داك الساعة مني صغارو لو نوميغاتور إي لو دينوميناتور، نشوفو واش كاينة شي إمكانية عاوتاني ديال الإختزال. 56 إلا قسمناها على 4 قلنا كتعطينا 14، علاش؟
لان الا قسمنا على جوج 28 ولا عاودنا قسمنا على جوج 14 52 الا قسمنا على جوج 26 الا عاودنا قسمنا على جوج 13 اذا دابا شنو نقدروا نقولوا اذا سيتي فورم ايريديكتيبل علاش لان 13 سي ان نومبر برومي اذا فاش كنلقى واحد لو نومبر برومي بحال هذا عدد اولي ما كيتقسم غير على نفسه وعلى واحد وما كيكونش كيقسم العدد الاخر اذا صافي بقى لنا ما نختزلو واخا يكون هذا عنده شحال ما كان ديال لي ديفيزور هذا راه عنده جوج وسبعة ولكن بالنسبه ل 13 لا ما قابلش 13 كيقول بان انا الا كاين القسمه على 13 نتقسم سينو ما غاديش نتقسم اذا ما كاينش اختزال هنايا شنو كنلاحظوا كنلاحظوا بان الوحدات صفر صفر سيتادير كاين القسمه على 10 مزيان ما كاينش ما اكثر كاين ما اكثر كنلاحظوا هذا 6 وهذا 9 سيتادير هاد الاعداد قابله للقسم على 3 اذا هاد العددين لاحظوا جيدا كيقبلوا القسمه على 10 بجوج وكيقبلوا القسمه على 3 فاذا بغيت نتمرحل ونقسم على 10 ونعاود نقسم على 3 صحيح ولكن الا بغيت نقسم ديريكت على 30 لانه القاسم المشترك الاكبر ممكن الا بغيت ندير جوج عمليات اختزال ها هي بغيت ندير عمليه وحده ها هي دونك هنا انا في نظري نقسمو ديريكت على 30 باش نطيحو في لا فورم ايريديكتيبل هنا غتعطينا جوج وهنا تعطينا 3 وهذه سيتين فورم ايريديكتيبل لان هذا برومي وهذا برومي نمشيو للعدد الاخر عندنا 81 27 اذا 81 و 27 نجمعوا الارقام 1 زائد 8 9 اذا كيتقسموا بجوج بهم على 9 اذا اون فا ديفيزي بار 9 دونك 81 ديفيزي بار 9 و 27 ديفيزيو بار 9 شنو تعطينا هنا 9 وهنا تعطينا 3 وظهرات لينا اون اوتر ديفيزيو كاين اختزال اخر غادي نقسموا عاوتاني هنا على 3 وهنا على 3 اذا غتعطينا شحال 3 على 1 و 3 على 1 سي 3 اذا سيتي فورم ايريديكتيبل ما بقى ما يتختزل فيها نلاحظوا هنايا هذا العدد شنو كنلاحظوا كنلاحظوا كيتبان تما 11 اذا بجوج بهم كيتقسموا على 11 55 على 11 77 على 11 اذا تعطينا 5 على 7 5 سي ان نمبر برومي و 7 برومي اذا ما بقاش اختزال 46 56 49 اذا كتبان ليا من طابل ملتيبليكاسيون من جدول الضرب هذا مضاعف ديال 7 وهذا كذلك اذا علاش قلت لكم في البدايه خصك جدول الضرب يكون حاضر وخص تكون عندك لا ديفيزيبيليتي سور 3 9 ديس ديك الاعداد المعروفه والمشهوره وخصك تكون كتعرف لي نمبر برومي الا جمعتي هاد الثلاثه ديال الامور غادي تكون ساهله عندك لا سامبليفيكاسيون وكذلك توحيد المقام اذا هنا 56 كنقسموا على 7 49 كنقسموا على 7 هنا تعطينا 8 وهنا تعطينا 7 هذا نمبر برومي اذا 7 عدد اولي وهذا ماشي مضاعف نتاعو اذا انتهت القسمه وانتهى الاختزال لان هذا واخا عنده كيتقسم على 2 و 4 صغاريا في هذه الحاله ما ينفع في والو نمشيو للعدد الاخر نجمعوا الارقام 84 12 84 4 زائد 8 12 اذا قابل للقسمه على 3 هذا قابل للقسمه على 3 ها هي قابليه القسمه على 3 زيد كاين هنايا حاجه اخرى قابليه القسمه على 2 اذا هادو بجوج كيقبلوا القسمه على 2 وعلى 3 نشوفوا واش كيقبلوا القسمه على 4 هذه الا قسمنا على 2 كيعطي 105 اذا ما يتقسمش على 4 سكيفي هنايا غادي نقسموا واش غادي نديرو جوج عمليات اختزال نقسمو على جوج ونعاودو نقسمو على 4 لا نقسمو سير بلاس على 6 بور غاني لو طون اذا 84 نقسموها على 6 باش نقصو من المقام والبسط وباش نشوفو ربما تكون شي امكانيه ما بيناش لينا في الاعداد لان العدد كبير داخلين فيه بزاف ديال الاعداد صغيره حنا ما عندناش الوقت نفككوه ولكن نقسموه بعدا على 6 باش نهبطو القيمه نتاعو ملي كتهبط العدد القيمه نتاعو كيبان لك من بعد الا كان شي عمليه اختزال دونك 84 مقسومه على 6 كتعطي 14 هنايا 21 210 على 6 كتعطي 35 اذا لاحظتوا ظهرت لينا واحد عمليه الاختزال على 7 علاش لان 7 راه يعني صعيب تكتشفها هنا صعيب تقدر تبان لك هنايا في 21 كتبان 7 ولكن هنا سي تري ديفيسيل راه الى بغيتي تكتشف هنا راه خصك تكون حافظ جدول الضرب حتى 55
دونك ولهذا هنا غادي نقسم على 7 وهنا غنقسم على 7 غتعطيني هنا 2 وتعطيني هنا 5 وهاد لا فورم سيتي فورم ايريديكتيبل علاش لان هذا اولي وهذا اولي ولكن الا انت استطعت انك تكتشف من البدايه انه كيقبلوا القسمه على 6 و7 قسم على 42 سير بلاص ولكن كتبان لي سي تري ديفيسيل باش تشوفها على ايين نمشيو للعدد الاخر شنو كيبان ليا فاش كنشوف هاد العددين كتبان هنا 0.5 ستادير كيقبلوا القسمه على 5 هذه بريمير دو شوز دونك نقسموا على 5 ويحل الله هكذا غادي نشوفوا دونك نقسموا على 5 هنا تعطينا 4 وهنا 5 اذا هذا برومي هذا كيقبل القسمه على 2 دونك ما كاينش قابليه القسم ما كاينش قاسم مشترك دونك هادشي اللي نقدروا نديروا غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون ايكريو شاكين pardon chacune des fractions suivantes avec le dénominateur 24 شنو معنى هادشي هو عندنا دي دينوميناتور هنايا وحنا بغيناهم هادو يكون هنا 24 في كل حاله حاله يعني عطاونا الدينوميناتور 24 وحنا خصنا نقلبو على النيميغاتور اذا مرات خصنا نقسمو البسط باش نلقاو البسط الثاني مرات خصنا نضربو في هذه الحاله الاولى كنعرفوا بان باش نمشيو من هنا لهنا جو ملتيبلي بار 4 تبع حل ليكزيرسيس 8 اذا الا ضربنا هنا في 4 تعطي 24 حتى هذا نضربوه في 4 عطينا 28 من هنا لهنا جو فوا كيل فو ملتيبلي بار 2 اذا الفوق غنضرب بار 2 تعطيني 26 من هنا لا غاديين في القسمه علاش لان مشينا في الصغر هنا مشينا للكبار باش كنعرف انا واش قسمه ولا ضرب هنا غاديين مشينا 24 صغير اذا كاينه قسمه هنايا دونك اون دو ديفيزي بار 2 اذا بما ان قسمنا هنا بار 2 حتى هنا نقسمو بار 2 تعطينا 18 هنا كذلك مشينا في الاتجاه ديال الصغر سيتادير كاينه ديفيزيون اون دو ديفيزي بار 3 نقسمو على 3 33 على 3 كتعطي 11 هنايا مشينا في الصغر ما بانش ليا الكالكيلاتريس ما بانش ليا صحيح ما بانش ليا من حقي انه ما يبانش ليا شي اعداد كبار دونك 280 مقسومة على 24 اذا 12 اذا هنا من هنا لهنا غادي نضرب في 12 اذا غادي نقسم اكسكوزيمو نقسم على 12 اذا غناخذ 60 نقسم على 12 غتعطي 5 من هنا لهنا مشينا في الكبار سيتادير كاينه ملتيبليكاسيون اذا فاش غنضربو في 8 اذا نضرب 2 في 8 تعطي 16 غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون Exercice 12. Réduire les fractions suivantes au même dénominateur, puis les comparer. Et dans tous les cas, on va prendre et on va les ramener au même dénominateur. Et après, on va les comparer. Je suis plus grand, je suis plus petit. Ici. Ici, on a. Je suis plus grand que 1. Ici, je suis plus grand que 1. Est-ce que. Nous avons un même dénominateur, bien sûr non. Nous avons un même dénominateur. Je vais vous dire que le dénominateur est le multiple de 3. Donc, je vais vous dire que le 1 est 3, je vais vous dire que le 3 est 3, je vais vous dire que le 3 est 3, et c'est 5 est 3. D'abord, je vais vous dire que je n'ai pas le même dénominateur, d'abord, je vais vous dire que le même dénominateur. C'est-à-dire, je vais vous dire que le bossot est 5 est plus de 3. إذن بما أن 5 أكبر من 3 ف 5 على 9 أكبر من 1 على 3 إذن استطعت ندير لا كومباريزون ديالهم هنايا نورمالمون في هذه الحالة بجوجهم كبر من 1 داكوغ إذن شنو هو الدينوميناتور هنايا هو 8 علاش لأن الدينوميناتور نتاع هذا 1 إذن هنا هذا نخليه التركيلي 17 على 8 وهذا نضربوه هنا في 8 وهنا 8 تعطينا 16 على 8 إذا شكون كبير 16 على 8 ولا 17 على 8 17 على 8 بما أن 17 على 8 هو اللي كبير إذا 17 على 8 عاوتاني هو اللي كبير على 2 لأن أنا كنقارن 17 على 8 مع 2 ما كنقارنش أنا 17 على 8 مع 16 على 8 هنايا خصني نوحد المقام عاوتاني شنو هو الدينوميناتور غيدوي 18 إذا كيسك جو بي فيغ Je vais multiplier par 3, par 3, ça va donner directement 33 à 18.
وهذا عندي 31 على 18، إذا 31 على 18 صغر من 33 على 18، هذا يعني أن 11 على 6 هو اللي كبير على 11 على 18. إذا هذا هما اللي كنقارن أنا، هذه غير مرحلة انتقالية باش نعرف شنو كل عدد شحال قيمته. إذا هنا شنو هو الدينوميناتور غيدوي؟ هو 30. إذا جو في ميتيبلي هنا بار 6 وهنا بار 6، هذا غنخليه تلكيلي، وهنا 6 6 12 على 30. إذا شكون كبير 12 ولا 9؟ بيان سور 12. إذا بما أن 12 على 30 كبر من 9 على 30، إذا 9 على 30 صغر من 2 على 5. Le treizième exercice, effectuer les calculs et donner les résultats sous forme d'une fraction irréductible. Donc, on a les sommes. Donc, on a les sommes. Et on va la simplification. Donc, on va poser les questions. Est-ce que nous avons un même dénominateur? Oui. On a le même dénominateur. Donc, on va nous faire les numérateurs. Donc, 5 plus 3 est égal à 8. 8 sur 7, est-ce que c'est une forme irréductible? Oui. Alors, je l'ai 8. Et 7, c'est un nombre premier. Adadun awali la yqbal l'qisma illa ala nfsihi wa wahid. Ou btali la yusharik 8 fhaja. Idan btali, hna gadi nhabsu hna. C'est une forme irréductible. Nchoufou l'hala l'okhra. Est-ce que nous avons un même dénominateur? Non. Quel est le dénominateur de l'adad? 1. L'adad, il y a une chale khassa de l'adad sahih zaid adad zaid kassar. Adad sahih entier plus kassar. Idan hna, est-ce que le dénominateur, quelqu'un de ces dénominateurs, est le multiple de l'autre? Oui, idan hna, hada dénominateur huwa le multiple de 1. Idan gana khadu 5 huwa le dénominateur. On va multiplier هنا par 5 وهنا par 5 تعطينا 5. هنا غنخليو هذا كما هو حيت ما غيرناش لو دينوميناتور نتاعو. اذا نشوفو لي ريزولطا، 5 الى نقصنا منها 2 على 5 غادي تعطينا 3 على 5. اسكو هاد لا فورم ايريديكتيبل؟ وي. علاش؟ لان هذا سي تان نومبر برومي وهذا برومي، اذا عندنا ما نديرو جوجهم برومي. دونك 3 سي تان نومبر برومي كيتقسم على راسو على 1، وكذلك 5. هنايا عندنا واحد الحالة جديدة، شحال عندنا دلي دينوميناتور؟ 3. عندنا هذا لو دينوميناتور نتاعو 1، وهذا 3 وهذا 9. إسكو نو زافون لو ميم دينوميناتور؟ لا. إسكو كيلكان إي لو ملتيبل دي زوطخ؟ وي. إذا كنلاحظو بأن 9 هو لو ملتيبل نتاع 3 و 1، إذا هو اللي غادي نختاروه كوم دينوميناتور غير وي. إذا غناخدو هنا 9 زائد على 9 زائد على 9. هذا ديجا عنده 9 غنخليوه كما هو. هنا نشوفو فاش ضربنا في 3 نضربو هنا في 3 تعطينا 6. هنا فاش ضربنا في 9 نضربو هنا في 9 تعطينا 27. نجمعو هادشي كامل، إذا عندنا 11 زائد 27 تعطينا 38 على 9. نتأكدو دونك 27 جمعنا من هنا، نعاودو نجمعو من هنا. إذا هنا ولا نجمعو هادي مع هادي تعطينا 32 زائد 6 38. إسك هاد لا فورم إيريديكتيبل؟ وي. علاش؟ لأن لي ديفيزور نتاع 38 مختلفين على لي ديفيزور نتاع 9. 9 كيتقسم على 3، 38 كيتقسم على 2 وعلى 7 على 19. إذا ما عندهم حتى شي علاقة، وخا هما ماشي دي نومبر برومي، ولكن لي ديفيزور ديالهم مختلفين. كل واحد ولي ديفيزور ديالو عنده ديفيزور خاص، إذا وبالتالي ما كتشاركهم حتى شي حاجة. غادي نمشيو للعملية الأخرى. Est-ce que nous avons un même dénominateur? Non. Est-ce que un nombre est le multiple des autres? Oui. Idan hada c'est un multiple des autres. Idan ghanakhdou huwa le dénominateur ghidou. Idan ghasna hna ndir nouslou 12. Hna ya 12 w nhafdou 3 signe. W hna deja 12. Hada li deja 12 ghadi nktbouh. Hna ila bghina nouslou 12 ndrabou hna f 2 w hna f 2 tatina 4. Hna ndrabou f 4 w hna f 4 tatina 28. Ghadi nhesbou hadchi. 28 إلى نقصنا منها 9 غتعطينا 19. هادو بجوج عندهم لو موان ستادير ناقص 9. هادو بجوج غنقصو 9 من 28، نقصو 8 غتعطي 20، نزيدو نقصو 1 19. ستادير لو ريزولتا فينال هو 19 سور 12. إسك هاد لا فورم إيتين فورم إيريديكتيبل؟ وي. علاش؟ لأن هذا سيت أن نومبر برومي، 19 كيقبل القسم على راسو على 1.
12 عنده دي ديفيزور، ولكن بارابور ل 19 ما كاين حتى شي حاجه مشتركه. غادي نمشيو لوبيراسيون سيفونت. كيل لي دينوميناتور نتاع هاد لو نومبر؟ هو واحد. نرجعوا ليه الدينوميناتور نتاعو اختفي. Est-ce que nous avons un même dénominateur? Là. Est-ce que quelqu'un le multiple de l'autre? Oui. Idan hada le multiple de 1. Idan ghatatina le dénominateur li ghanakhdo huwa 3. Idan hna ndir 3 ila drbt hna f 3 ta hna f 3. Ghadi njma' li numerator ghatatina 4 sur 3. Est-ce que had la forme irréductible? Oui. Alash? Li anna 3 c'est un nombre premier. Ou bima anna 4 mashi mudha'af ntaعو. Idan ntaha الكلام. Hada kiqbel qism ala 2. Hada la. حسب برمي. ندوزو للحالة الأخرى. الحالة الأخرى كذلك. Est-ce que nous avons un même dénominateur? Non. Est-ce que quelqu'un le multiple de l'autre? Oui. إذن كنلاحظو بأن 21 le multiple ديال 7. إذا ضربنا 7 في 3 كتعطينا 21. سكي في غناخدو 21 هو le dénominateur réduit. غنضربو هنا في 3 وهنا في 3 تعطينا 15. هذا le dénominateur ديالو ما قسناش، حتى النميغاتور ما غنقيسوش. إذا 15 إلى نقصنا منها 7 غتعطينا 8 على 21. إسك هاد لا فورم إريديكتيبل؟ وي. علاش؟ لأن هذا كيقبل قسمة على 2 و 4، هذا كيقبل على 3 و 7، ما بيناتهم حتى شي حاجة مشتركة، واحد ماشي مضاعف للآخر، إذا تما غادي نوقف. لا كيستيون إسك نو زافون أن ميم دينوميناتور؟ نو. إسك كيلكان لو ميلتيبل دو لوطخ؟ وي. إذا 15 ميلتيبل 5. إذا كيس كون فافير غادي نريدويو ب 15. هنايا كان عندنا 7 يبقى 7، هنا غنضربو في 3 وهنا في 3 تعطينا 6. نجمعو لي نيميغاتور حيت عندنا ولا عندنا لو ميم دينوميناتور، إذا غتعطينا 13. إسك هاد لا فورم هادي إيسين فورم إريديكتيبل؟ نعم. علاش؟ لأن 13 سي تان نومبر برومي، و 15 كيقبل القسمة على 5 و 3، لا علاقة لها و 13، وبالتالي غادي نحبسو هنايا. غادي نمشيو لوبيراسيون سيفون. Est-ce que nous avons un même dénominateur? Non. Est-ce que quelqu'un le multiple de l'autre? نعم. إذا عندنا 100. C'est le multiple de 10. إذا غناخدو 100 هو le dénominateur réduit. إذا voilà, voilà. نضربو هنا فوا 10، هنا فوا 10 تعطينا 20. هذا غنخليوه كما هو حيت ما غيرناليش الدينوميناتور. نديرو لوبيراسيون ديال لا ديفيرونس غتعطينا 9 سير 100. واش هاد لا فورم إريديكتيبل؟ نعم. لأن هذا لي ديفيزور ديالو مختلفين على هذا، هذا كيقبل القسمة على 10، على 5، على 2، على 4، بزاف ديال لي ديفيزور، ولكن هذا كيقبل غير على 3 ونفسو، وبالتالي ما كاين حتى شي علاقة كتربطهم فيما يخص لي ديفيزور. غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون. كالكولي لي برودوي اي دوني لي ريزولتا سو فورم دين فراكسيون إريديكتيبل. إذا غنديرو لا ديفيزيون هنايا. هنا هادي c'est une division entre juge ديال لي نومبر. هنا شنو عندنا في النيميغا في الدينوميناتور؟ عندنا واحد. دونك اون فاميتيبلي 3 فوا 4 تعطينا 12، و 1 فوا 5 ايتيغال 5. هاد لا فورم ايريديكتيبل. علاش؟ لان هذا سي ان نومبر برومي، وما ماشي كنقولو برومي صافي، وما خصش هذا يكون مضاعف نتاعو. نعطيكم واحد المثال. مثلا الى لقيتي 25 على 5، غادي تجي تقول لي قلتي لنا هذا برومي صافي انتهى الكلام. لا، هذا راه مضاعف نتاع هذا، رغم هذا برومي فهذا مضاعف. هنا كاينه سامبليفيكاسيون، 5 فوا 5 على 5، مشات 5 مع 5 غتعطينا 5. إذا هنا ماشي كنشوفو فقط إسكي لي برومي ولا نو، كنشوفو حتى العلاقة مع لو نيميغاتور. هنايا غنضربو كذلك عندنا البسط في البسط 3 في 1، هنا مكاينش سامبليفيكاسيون عاوتاني. كنضربو علاش؟ مكاينش ما نسامبليفي. 3 في 1 في 7 21، 5 في 5 25. سيتين فورم إريديكتيبل، لأن هذا لي ديفيزور نتاعو مختلفين على ديال هذا. هنا كذلك غادي نضربو الواحد في الواحد 1، 2 في 5 10. هذه سيتين فورم إريديكتيبل لأن لي ديفيزور مختلفين. هنايا عندنا شي حاجة جديدة، بأن خصنا نسامبليفيو عاد نضربو. إذا نحيدو تو دابور لي بارونتيز. عندنا 3 سير 4 فوا 1 سير 3 فوا 7 سير 5. شنو كنلاحظو هنا؟ كنلاحظو بأن كاين عندنا واحد لو 5، واحد لو 3 هنا وهنا. أون فوا سامبليفي بداك لو 3، لأن حنا تابعنا لا سامبليفيكاسيون. اللهم نديروها مبكرا. إذا شنو غتبقى ليا؟ تبقى ليا واحد في 7 7،
وغتبقى لي 4 في 25. وبما ان جي سامبليفي افون دو كالكولي ما غنلقاش لا سامبليفيكاسيون ابري. ولكن اللي دار 3 في 7 في 1 ولقى 21 ويضرب هذا غادي يخصو يختزل ابري ب 3. اذا سي ميو اننا نختزلو ب 3 قبل ما نديرو الكالكول، احسن من اننا نديروها من بعد. هنايا كاين عندنا دي سامبليفيكاسيون خصنا نوضحوهم. كيفاش غادي نوضحوهم؟ كاينه لا سامبليفيكاسيون بين هاد العدد 9 و18، وكاينه لا سامبليفيكاسيون ايضا بين هاد 35 وهاد 21. دونك هنا 27 عندنا 9، دونك غادي نحاولوا نفككو ليسونسييل في هادشي. غادي نديرو هذا ما غنفككش هاد 9، غنخليها 21 غادي نفككوها. شنو غادي نكتبها؟ 7 في 3. علاش درتها 7 في 3؟ لان عندي لتحت غنبين واحد 7 في 5. 60 غادي نديروها 20 في 3، اكسكوزي مو 20 في 3. لان حنا فككنا 60. قبل ما نحسبو نفكو افضل 35 لتحت. دابا المقام 35 غنكتبها 5 في 7. دونك انا فككت 5 في 7 35. غادي نفكك 27 غنديرها 9 في 3، 9 في 3. انا فككت 27، ثم بقى ليا نفكك 18 غنديرها 9 في 2، 9 في 2. اذا لاحظتوا، اذا هاد التفكيك كامل من اجل انني في النهايه جو في سامبليفي. اذا عندي هاد 9 تمشي مع هاد 9، عندي هاد 7 دونك تمشي مع هاد 7، عندي هاد 3 غادي تمشي مع هاد 3. ومازال عندنا حاجه اخرى هنايا 2 و5. غادي نعاودو نكتبو الاعداد ونزيدو نختزلو اكثر. شنو بقى لنا هنايا؟ بقات لينا 20. هاد 20 غادي نكتبها 5 في 2 في 2، 5 في 2 في 2، لان 5 في 4 هي 20 وجوج جوج هي 4 في 3. اذا هادو اللي بقاو الفوق. لتحت شنو بقى ليا؟ بقات ليا 5. هاد 9 غنكتبها 3 في 3، وهاد 2 غتبقى 2. عاوتاني جو في سامبليفي، مشات 5 مع 5، مشات 3 مع 3، مشات 2 مع 2. اذا لاحظوا في النهايه شنو بقى؟ بقى ليا 2 على 3، كاع ما درت عمليه الضرب، غير بالاختزال يعني هرست العدد الكسري ما بقى فيه حتى شي حاجه. دونك هكذا. اذا شكون افضل دابا؟ واش غادي نجي نضرب 9 في 21 في 60 وغتعطيني واحد العدد كبير؟ لاحظوا جيدا، فمن اجل الاستفاده فقط غادي نوقفوا هنا واحد شويه. هانت الا جيتي وضربتي 9 باردون، نضربوا 9 في 21 60 غتعطينا 11340. وعاوتاني العدد التحتاني غيعطينا عاوتاني شي 12780. ايوا داك الساعه جا ما يخرجنا من داك الشيء، جا ما يختزل، ولهذا الفو فير تري اتونسيون. هادي سي ميثود تري امبورطونت، الفو سامبليفي افون دو ديماري. قبل ما دير الضرب اختزل. نمشيو ليكزيرسيس 15. دونك لي 3/4 دو كالكولي لي 3/4 دو 320 درهم. شنو هي 3/4؟ 3/4 هي 3 على 4. ديال اش؟ ديال 320. إذن هذه هي 3/4، 3 ديال 4 من هاد لو بري هذا ولا هاد المونطون بالدرهم. شحال تعطينا من الماض المغربي؟ هنا احسن طريقه شنو هي؟ نقسم على 4 وعاد نضرب 3. دونك نقسم على 4، 320 الا قسمناها على 4 انك تقسم 80 في 3، 8 في 3 24، اذا 240. هذه هي لو 3/4. Les deux tiers de 3/4 de 60 minutes. لاحظوا جيدا، لي دو تيير ديال اش؟ ديال لي 3/4 ديال 60 مينيت. اذا هنا كلشي كيمشي بالملتيبليكاسيون، كلشي ملتيبليكاسيون. لي 3/4 لي دو تيير ها هي، لي 3/4 ها هي، و 60 ها هي. اذا في النهايه جو بي كالكولي، هادي غتعطينا 12 ياك؟ 12. 60 نقسمها على 12 5، 5 نضربوها في 36، اذا 30 مينيت. هذه هي النتيجه، 30 مينيت.
ولكن الا بغيتي دير الكالكول بشويه عليك، دونك مثلا شنو غادي نديرو هنا؟ جوج في ثلاثه على ثلاثه في اربعه في ستين. اذا شنو غادي ندير انا؟ غادي نجي غناخد جوج في ثلاثه، هاد ستين غنكتبها 12 في خمسه على ثلاثه في اربعه. ثلاثه في اربعه 12، مشات مع 12 هادي تعطيني سته، سته في خمسه 30. دونك من هنا جبنا داك 30. لي 3/5 يام، لي 3/5 يام ديال اش؟ ديال 2/3 ديال 300، لا ميم شوز. غادي نختزل هنايا نقسم على 15 اولا. دونك 300 شنو هي؟ 300 نقسمها على 15، 300 نقسمها على 15 20. اذا هذه شنو غادي تساوي؟ 3 في 2، 300 قلنا هي 15 في 20، 20 في 15، وهنا هذه هي 15. غادي تمشي 15 مع 15، وغادي تبقى ليا 20 في 6 هي 120، هذه 6 في 20، اذا 120 كيلومتر. هذه هي المسافه المعبوره بهذا الطريق. خلينا لو ديرني اكزيسيس غادي نخدموه كذلك. هنا التمارين متنوعة صراحة، ولكن شي شوية كتبغي بزاف ديال الوقت، راه وصلنا لربعين مينيت، دونك ما علينا ماشي مشكل. دونك غادي نمشيو لهاد لوطاب، غادي نبداو بهاد لوبيراسيون هادي، غادي يعني غادي نجمع هذا مع هذا، دونك 3/5 يام بليس 2/3. إسكو جي لو ميم دينوميناتور؟ نو. إذا شنو غناخد كوم دينوميناتور؟ إسكو كاين كان ملتيبل دو لا تغور؟ لا. إذا غناخد 15 هو لو دينوميناتور، سيتادير الجداء نتاعهم. هنا نضرب 3 هنا في 3 تعطي 9، هنا نضرب 5 هنا في 5 تعطي 10، سيتادير النتيجة هي 19 على 15، شيت إن فورم إريديكتيبل، 19 على 15. نمشيو للحالة الأخرى هادي، دونك عندنا ثلاثة على خمسة زائد 11 على 30، إذن المقام الموحد هو 30. ضرب هنا في ستة وهنا في ستة تعطينا 18، 18 زائد 11 إذن 29 على 30. هادشي دابا حنا تدربنا عليه، ولهذا ما غاديش نتعطلو بزاف. ندوزو للعملية الأخرى هادي، عندنا ثلاثة على خمسة زائد 7 على 25، غادي نوحدو المقام 25، نضربو هنا في 5 هنا في 5 تعطينا 15 زائد 7، 22 على 25. غادي نمشيو لا دوزيام سيري، غادي نوضعو داك العملية كامل ونخدموهم سير بلاص. 4 على 15 زائد 2 على 3، 4 على 15 زائد 11 على 30، 4 على 15 زائد 7 على 25. دونك غادي نخدمهم كاملين ونلقاو لو طابلو. نبداو بهادي، لو دينوميناتور غيدوي هنا هو 15، لو دينوميناتور غيدوي هو 30، هنا غادي ندرسوها. إذن هنا غناخدو 15 وهنا 15، هذا ديجا كان 15، غنضرب هنا في 5 هنا في 5 تعطيني 10، إذن 14 على 15 النتيجة الأول. هنا هذا المقام الموحد هنا هو 30، إذا نضرب هنا في جوج هنا في جوج تعطينا 8، وهذا غادي يبقى تيلكيلي، إذا 19 على 30. هنايا شنو هو لو دينوميناتور غيدوي؟ دينوميناتور غيدوي هنايا هو غادي نضربوهم بعضياتهم ونقسمو على 5، إذا 15 في 25 ونقسم على 5 تعطينا 75، لأن مدى القاسم المشترك 5 نقصناه، إذا 75. هنايا فاش ضربت في 5 إذا نضرب هنا في 5 تعطي 20، هنا فاش ضربت في 3 إذا نضرب هنا في 3 تعطي 21، إذا 41 على 75. إذا بقى لينا نكتبو لي ريزولتا. إذا هنا تجي 14 على 15، هنا تجي 19 على 30، هنا تجي 41 على 75. إذا فوالا، جو فو كوميرسي، سي لا فان دو سيت سيونس.